للحديث أكثر عن تطورات الحرب في ناغوني كاراباغ ومحاولات وقف إطلاق النار في مباحثات جنيف مع تبادل الاتهامات بين أطراف الصراع، ينضم إلينا عبر الفتاح السيد عبد الفتاح أبو طاحون المتخصص في الشأن الروسي عبر سكايب من إسطنبول. أستاذ عبد الفتاح، يعني بداية، القوات الأذرية الآن على أبواب مدينة شوشي الاستراتيجية، ما الذي تمثله هذه المدينة لتحذر أرمينيا من دخولها؟ وبداية تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الأهمية الرمزية كونها عاصمة وما تشكله أي عاصمة لأي إقليم ولأي معركة، فدخول القوات الأذرية إلى العاصمة معناه انتهاء الإقليم. يبقى شيء، ماذا يعني يبقى من الإقليم إذا سقطت العاصمة؟ يعني الحل السلمي يسير الآن ببطء تحت ظلال السيوف، يعني الحل العسكري بات أقرب إلى الحل السلمي. فالذي تشكله هذه المعركة هي المعركة الفاصلة، المعركة الأخيرة التي يعني المفاوضات فيما بعدها ماذا يبقى للحل السلمي إذا كان الحل العسكري وصل إلى العاصمة. هذه هي الأهمية. إلى أي مدى من وجهة نظرك يعني سيعزز دخول مدينة شوشي الموقف التفاوضي لأذربيجان خلال محادثات الحل النهائي الذي يعني يدفع له المجتمع الدولي؟ هو الحل النهائي والحل السلمي يأخذ فرصته قبل سقوط العاصمة، لكن إذا ما سقطت العاصمة يبقى يعني لا يوجد حل سلمي، يبقى قرار يعني استلام الإقليم كليا إذا ما سقطت عاصمته واستسلام القوات الأرمانية وتسليمها للإقليم. الحل السلمي يأتي قبل أن تسقط العاصمة، ما دامت العاصمة يعني على مرمى حجر أصبحت يعني حوالي 15 كيلومترا، فيعني هو تسريع للحل السلمي والمفاوضات إذا ما يعني انتهزت أرمينيا الفرصة الأخيرة، لأنه يعني أضاعت على نفسها 3 هدن وأضاعت 35 يوما اليوم من الصراع. إذا أرادت أن تخرج بماء وجه عليها أن يعني تسارع في الحل السلمي. التعنت جاء من الأرمن ومن حكومة أرمينيا، يعني أنه أضاعت كل الفرص الآن، بقيت الفرصة الأخيرة قبل دخول الأذريين إلى العاصمة. بالأمس أستاذ عبد الفتاح أبو طاحون، يعني كانت هناك مباحثات حول الأزمة برعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجموعة مينسك، لماذا هذا الحراك الدولي والاهتمام المتناكي رغم أن عمر الأزمة تجاوز 26 عاما؟ هو سبب واحد فقط، هو أنه الإقليم بات يعني آية للسقوط وتنتهي الأزمة. يعني إذا ما انتهى الحل العسكري لا يبقى مجال للحل السلمي. يعني هناك على الأغلب، يعني أنا أتوقع الموقف الأرمني بات يعني يميل إلى يعني فكرة إنقاذ ما يمكن إنقاذه تحت ضغط الهزائم التي ينالها وهذه الخسائر التي تروح غنائم إلى الجيش الأذري، ويعني خسائر كبيرة جدا بالنسبة له. ما تبقى من الوجود العسكري في الإقليم الأرمني ممكن أن ينقذ، يعني إذا ما ترك أسبوعا آخرا سيتدمر تحت وطأة هذه هجمات الطائرات المسيرة، سيتحول إلى ركام. فهذا بالنسبة لأرمينيا يعني خسائر مثقلة، كيف ستعوضها وهي دولة فقيرة؟ يعني خسرت إلى اليوم 200 دبابة. المتبقي مثلا في نصف الإقليم يمكن، يعني هي تتدارك الآن الوقت لتنقذ ما يمكن إنقاذه تحت ضغط أولا الهزائم، وثانيا تحت ضغط ذوي القتلى. عندها الآن حوالي 5000 قتيل، فهذا بالنسبة لدولة فيها 3.5 مليون عدد سكانها، هناك ضغط مجتمعي كبير على الإدارة الأرمنية. أخذت فرصتها كاملة، 35 يوم لا توجد معارك برية، بالعكس يعني هي عاجزة عن مواجهة أذربيجان في معارك عسكرية، بدأت تجره إلى حرب المدن وتقتل من المدنيين. يعني المعارك نوعان، معركة جوية متفوقة فيها أذربيجان ويعني تستأصل الوجود العسكري، ومعركة برية أرمينيا تقصف المدنيين والمدن، وهذا طيب. يشكل يعني عبء دبلوماسي وعبء إعلامي على أرمينيا. لم يخفى نعم. برأيك هل سيتغير موقف روسيا بعد أن بدأت أرمينيا التوجه غربا باتجاه أوروبا؟
هو تتجه أرمينيا إلى أوروبا هو من حالة التخبط التي تعيش فيها، وهي تدرك أن أوروبا عاجزة عن دعمها، لأن أوروبا منذ يعني حوالي الشهرين كانت عاجزة عن مساعدة اليونان وهي قريبة منها وبينها خطوط إمداد. عندما حصلت أزمة شرق المتوسط الأتراك دخلوا منطقتهم البحرية وتحدوا اليونانيين وتحدوا الفرنسيين، لم تجرؤ قوة أوروبية على مساندة اليونان ضد تركيا. فأرمينيا أبعد عن أوروبا ومعزولة في الجبال ولا توجد بينها وبينها حدود أو شواطئ لإمدادها، فهي محاولة يعني عبثية لاستثارة أوروبا. فرنسا اليوم عاجزة، ويعني إذا كان هناك دعم أوروبي سيكون فرنسي. فرنسا اليوم يعني غارقة إلى أذنيها في صراع حضاري مع الإسلام، وتلك يعني المقاطعة التي يشن عليها الشرق المسلم. فأرمينيا يعني تتخبط. الضربة القاسمة التي حصلت عليها أرمينيا هو حيادية الموقف الروسي. عندما اتخذت روسيا موقف الوساطة، يعني هذا بمثابة تخلي عن أرمينيا كليا. أرمينيا راهنت على تدخل روسي أو دعم روسي موسع ضد تركيا، لكنها فشلت في الخطاب الديني يعني لإشراك أي قوة مسيحية أوروبية أو روسية، فشلت في الدبلوماسية، وفاشلة عسكريا على الأرض. اليوم أرمينيا هي بمثابة الرقصة الأخيرة في هذا الصراع قبل سقوط العاصمة. إما تتدارك نفسها وتنقذ الجنود المتبقين على الأرض من القتل المحتم وتنقذ الآليات المتبقية لها، أو تواجه يعني مصيرها المحتوم. الإقليم يعني أمره حسم منذ أن أعلن الروس حياديتهم. شكرا لك أستاذ عبد الفتاح، نعتذر منك، نشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الفتاح أبو طاحون المتخصص في الشأن الروسي، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول.